بنروح لآخر محطاتنا لليوم. أسبوعيا بيكون معنا رشا محطة قانونية لنسلط الضوء على شق قانوني المهم. اليوم رح نحكي عن الفرق بين الوكالة العدلية والقضائية مع المحامي علاء الحموي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك. اليوم عم نحكي عن أنواع الوكالات وكتير حابين اليوم هيك نعطي مساحة أكتر لنقدر اليوم نستفيد من وجودك الفرق بين أنواعهم. خلينا بالبداية نحكي شو هي الوكالة كمصطلح قانوني. طبعا بداية الوكالة لغة هي التفويض، بمعنى اسناد الامر من شخص لشخص اخر للقيام بعمل معين. اما قانونيا فحسب تعريف قانون المدني السوري المادة 665 من قانون المدني السوري، عرفت الوكالة بانها عقد بمقتضاه يقوم الموكل بالقيام بعمل قانوني معين على حساب لحساب الوكيل. فهذا العمل القانوني يجب ان يكون يعني من تعريف هذا التعريف نجد انه عمل قانوني وليس عمل غير قانوني او مخالف للنظام العام. فعند قيام الوكيل بهذا العمل يجب ان يكون عمل غير خطير، غير اجرامي، عمل نظامي قانوني مقنن بقانون السوري، يعني ضمن موجود ضمن القانون السوري. فهذا العمل قد يكون باجر وقد يكون ممكن قرابي، قد يكون بناء على الثقه، قد يكون بدون اجر. فاليوم الوكاله هي عباره عن عقد رضائي اتفاقي بين الوكيل والموكل للقيام والالتزام بعمل لحساب الوكيل ضمن طبعا مثل ما قلتي هناك وكاله. طبعا الوكاله العدليه اللي نحكي عنها اكثر شيء هي كثير ما يصير فيها لغط. الوكاله العدليه هي وكاله يقوم شخص ما بتنعمل لمحامي، بتنعمل لشخص عادي، يعني ممكن اي شخص يعمل وكاله لشخص اخر، قد تكون عامه وقد تكون خاصه. فالوكاله العامه بتفوضه وتعطيه مطلق التصرف، يعني مطلق الصلاحيه بالتصرف ضمن حدود الوكاله، فهي اسمها وكاله عامه. الا بعض البيوع اليوم مثل عندما تحدث عن البيع، البيع هو اكثر شيء صار عليه موضوع اليوم بسبب الازمه اللي صارت والاحداث اللي حدثت ببلادنا. صار في شيء اسمه الدوله فرضت موافقه امنيه بموضوع البيت، خوفا من انه بعض الاشخاص لما يقوموا بعمليات البيوع يكون عليهم مثلا جرم او يكون بيحاولوا يهربوا اموالهم. يعني كثير بيكون في شخص محكوم عليه حجز احتياطي، حجز تنفيذي، حجز اموالهم. فلذلك الدوله عم تحاول تقدم موافقه امنيه لتيسير الامر وحفظ حقوق الموكلين والوكلاء من اجل الابتعاد عن خطر انه يكون مثلا هذا العقار مثلا عليه حجز احتياطي لجرم ما، قد يكون عليه مهرب، قد يكون ما له ملكه. فلذلك فرضت الموافقات الامنيه اليوم الناس كلها طبعا ما تتأفف من هذا الموضوع انه ليش موافقه امنيه وبدها فتره. طبعا الموافقه امنيه مدتها قصيره جدا، يعني 7 ايام 10 ايام، بس انت ما تحفظ حقك بموضوع الوكاله العامه. طبعا الوكالة العامة حتى في وكالة خاصة، الوكالة الخاصة هي عبارة عن وكالة محددة بعمل معين تنتهي بانتهاء هذا العمل. يعني شخص بيوكلك بتسير مثلا عمل من اعمال اداره، ممكن بيع، ممكن مثلا اجار، ممكن كذا، بفوضه بعمل معين، بس انتهى هذا العمل بتنتهي عمل الوكالة الخاصة. هي موضوع الوكالة بشكل عام. طب انواع الوكالة هي العدلية والقضائية. خلينا نعطي شو الفرق بين الوكالة العدلية والقضائية، لانه انت ببداية حديثك قلت في غلط يعني عند الناس، مفهوم مغلوط انه خلص بتعرف الوكالة ما بتعرف التفصيل والتفريق بينها. هلا المشكله في بعض الاشخاص بيجوا بدهم يوكلونا ما بيعرفوا بدهم يروحوا يعملوا وكاله دون علم او ماهيه شو هي الوكاله، بفكر انه في وكاله عدليه. ما بيعرفوا انه هو الوكاله القضائيه هي يعني تستخدم في اروقه المحاكم، يعني في المرافعه، في الخصوم، ضمن يعني ضمن نطاق المحاكم. هي اسمها وكاله لمحامي، يقوم فيها مندوب فرع نقابه المحامين في اي محافظه. بيجي الشخص بيتم اجراء هذه الوكاله، قد تكون وكاله عامه بدائية، جزائية، يعني تشمل كل أنواع الدعاوى اللي أنا بدي خاصم فيها الطرف الآخر. أما الوكالة الخاصة طبعا بتكون خاصة بعمل معين، قد تكون جزائية، قد تكون شرعية، قد تكون مدنية. فهي الوكالة، هي الوكالة لما نحكي طبعا الوكالات القضائية. فالوكالة القضائية وكالة تقوم من إلى محامي فقط، لمحامي ضمن مندوب فرع نقابة محامين. أما الوكالة العدلية فهم نحكي مو لمحامي، فبتعملها شخص عادي. فالوكالة هون شخص بيقوم بفوض شخص آخر أو بيعطيه، بيطلب منه بأملاكه، بيع، أجار، عقد، أي بيطلب منه القيام بهذا العمل وتيسير أموره. هاي الوكالة العدلية. طبعا مثل ما أنا في وكالة عدلية عامة، في وكالة عدلية خاصة تقوم أمام موظف مختص وهو الكاتب العدل. شو الفرق بين العامة الخاصة؟ العامة بتفوضه بصلاحيات مطلقة، يعني في يقوم بكل أعمال بيع، شراء، أجار، يعني أعمال إدارة معظمها بيقوم فيها الوكيل الوكالة العامة. أما الوكالة الخاصة فبيكون عمل معين، فأنا وكلتك لهالشخص مثلا تراجع الهجرة والجوازات، جيب لي جواز سفر، تراجع النفوس، طالع لي إخراجات قيد فردية، تراجع شعب التجنيد للقيام بدفتر العسكري. يعني عمل مخصص بالوكالة العدلية الخاصة بتفوت شخص، قد يكون مو شخص، قد يكون عدة أشخاص. هلا في بعض الوكالات بتكون فيك تفوضي فيها، بتكون يعني وكالة بسموها بدها دقة وعمل، فيك توكل فيها محامي، مهندس، طبيب، بس بده يكون مكتوب بهذه الوكالة مجتمعين أو منفردين. فوقت أنت بتحددي بهالوكالة هل الأشخاص هذول
مجتمعين، فبده يكون القرار بده يصدر بهي الوكاله من شخص الوكيل لازم يكون بالاتفاق مع ثلاثه. اما اذا كان بده الشخص واحد قادر يقوم بهذا العمل وكاله خاصه فبنكتب على الانفراد او على الاتحاد، يعني قادر يكون في شخص واحد. هل الفرق بيناتهم؟ طبعا حتى بالوكاله العدليه العامه اليوم القانون السوري يعني حط مثل ما حكينا شروط خاصه، يعني حتى لو في وكاله عامه في عقود او في تصرفات ما في يقوم فيها الوكيل حتى لو في وكاله عامه تحتاج الى شرط خاص او نص خاص اللي هي الهبه، التبرع، الرهن. ليش؟ لانه بترتب حقوق على للغير، يعني فلازم اليوم كاتب عدل ما ينوه للشخصين اللي بيجوا لعنده بيعملوا هي الوكاله العدليه انه في مثلا رهن انت موافق عليه، في تبرع، لانه ما فينا مثلا يعمل لي وكاله عمي انا شخص روح ارهن له بيته واملاكه كلها مثلا لاشخاص ما بيعرفون او روح اتبرع فيهم. فلذلك نحن هلا الوظيفه كاتب عدل اليوم انه ينوه لهذا الشخص الوكيل انه انت بدك تشمل هذه الوكاله العامه فقط البيع، اما البيع والهبه والتبرع فهلا صار في مثل كليشه خاصه انه مثلا توثيق عند الكاتب عدل انه تشمل التبرع والهبه او لا تشمل، لانه هذه بالذات القانون حط عليها لانه فيها مضار كبيره. كانت سابقا صحيح كانت سابقا انه صحيح. ايه كان فيك ترهان تبيع، بس هي بترتب حقوق للدائنين للمرتهنين للمتبرعين. فلذلك يعني الكاتب عدل صار ينوه انت هاي الوكاله بتخوله 1 2 3 4، بس بدك اياه تخوله الرهن، يعني بدك هو يرهن لك عقارك لدين، ممكن انا مثلا وكلني ببيوته انا علي شخص علي مثلا علي لي دين اني انا ارهن عقار موكله، فهذا ممنوع. بده يكون في شرط خاص او بند خاص باني يحق لي انا ارهن او اتبرع او ارهن هذا الشيء. طيب خلينا نحكي عن الوكاله اليوم، حكينا انه لها شروط ولكن هي بمكان ما او بظروف ما يعني بتصير غير صالحة هي الوكالة. ممكن بموت الشخص، بموت الوكيل، بموت الموكل. خلينا نحكي أكثر عن هاي القصة. هلا من شروط صحة الوكالة المادة 669 من قانون المدني السوري، أهم شيء الشرط الأساسي إنها تكون قانونية، يعني العمل اللي مكلف فيه شخص آخر هو قانوني وليس عمل غير قانوني، إنه يوكل شخص والله بسرقة منزل أو يوكل شخص يقوم بسرقة بنك صدقا. فبدها تكون عمل ضمن قانون النظام العام معترف فيه مبند ومفند بالقانون السوري. طبعا تنتهي الوكاله اذا كانت خاصه بانتهاء العمل المكلف فيه الشخص، فانا كلفتك بشراء عقار اشتريت العقار انتهت الوكاله. تنتهي الوكاله ايضا بوفاه الشخص، لانه الشخص وقت اللي بيتوفى فما عاد في الا داعي للوكاله، صار في ورثي، فالورثي ممكن يقوموا كلهم مجتمعين ب يعني بدايه توثيق وكاله جديده لشخص جديد مجتمعين هنون، يعني بيقولوا الشخص المتوفي إضافة لتركة مورثهم اللي هو هذا الشخص، فبيقوم بمتابعة الأعمال اللي واقف فيها ويتابع أعماله. هذه أهم شيء أنه تنتهي بوفاة الموكل أو بانتهاء العمل اللي قامت أو استحالة تنفيذ العمل. يعني أنا إذا وكلتك بشراء سيارة وطلعت السيارة مسروقة، كيف بدي أنا أفرغ لك سيارة أو مثلا أشتري لك سيارة والسيارة مسروقة أو غير موجودة؟ فلذلك في أحيانا الوكالة حتى لو انعملت بتكون مانا مبرر وجودها أو ما معمولة صح. يعني خلينا نحكي عن الشروط الصحيحة أو شروط صحة الوكالة. يعني قلت خلال حديثك شق كتير مهم، هلأ عم يتم توثيق خلال عقد الوكالة أنه يحق للشخص أنا اللي وكلته 1 و2 و3، لأنه قبل كان نسمع عن بعض الثغرات يستغلها ليتم توكيله. خلينا نحكي عن الشروط الصحيحة للوكالة الصحيحة لكتير من الناس ما بتعرفها، يعني نوعا ما يصير عندها معلومة. طبعا هلا كثير الناس هلا صار فينا بالوكالات مثل موضوع سند الاماني، كثير من الناس ما تلجا تعمل وكالات بين بعضها، انه ورقه عاديه اني انا وكلتك مثلا تشتري لي هذا البيت بيعطيه نسبه واشتري لي البيت، هذه الورقه غير معترف فيها، ورقه غير رسميه. من اهم شروط صحه الوكاله هي توثيقها امام كاتب العدل، تاخذ رقم خاص، رقم عام، رقم تسلسلي، بحيث انت مع الايام وقت بتسمع انه صار في بيع بتروح بتراجع مندوب كاتب العدل، يعني كاتب العدل بتقول له مثلا هي رقم الوكاله هل هي صحيحه؟ هل هي سليمه؟ هل معزوله؟ في كثير وكالات تنعزل، يعني بتنعزل الوكاله بسبب انه الشخص ما في ثقه، مثلا وكله بشيء حس في تلاعب بهذا العمل، مثلا في موضوع البيع ما بيضيع طبعا مرجعية. في مرجعيه، بس انت لازم تكوني طالما في كاتب عدل هي هو التوثيق اذا كاتب عدل هو مرجع رسمي سند رسمي، فانت فيك تحاجي فيه امام اي حدا. والشرط الاهم انه الوكيل ما يتجاوز حدود وكالته، يعني انا ما فيني وكلك ببيع تجي تشتغل موضوع طلاق او موضوع زواج او موضوع شرعي او موضوع تنفيذي. فشروطها بتكون الوكاله الماده 669 حدد انه يجب على الوكيل ان يلتزم بحدود الوكاله، لا يطلع خارج مرسومه، يعني خارج حدود نطاقه. فانا ما فيني تكون شخص موكلني بعمل قوم بعمل ثاني، فهي اهم شروطها انه انت تلتزم بالعمل الموجود فيه، والا هذا العمل اللي قمت فيه بيكون باطل باطلاق مطلق حسب صك الوكاله الموجود فيه والموثق وطبعا ممهور ببصمه وتوقيع من طرف الوكيل والموكل، انه انا كلفتك. هلا في بعض الوكالات
بيسموه وكاله تسيير اعمال. مثلا مثل ما قلتي، مثلا انا ساكن بدمشق، في لي ورقه بدي اجيبها من محافظه اللاذقيه او محافظه حمص، بكلف شخص بوكاله ما في داعي لحضوره، انا بروح بجيب صوره هويته، بروح على كاتب عدل بقول له بدي اعمل وكاله تسيير اعمال لهذا الشخص ليستلم مثلا ورقه من المحافظه، ورقه من مديريه النفوس، ورقه من السجلات. فهي الورقه ما بتحتاج للطرفين، بتحتاج لطرف واحد اللي هو اللي بده يوكل. اما الطرف الثاني بناخذ نحن بند هويته بنكتبها وبنكتب انه انا هالشخص كلفته بمحافظه ثانيه ليجيب لي. طب هل هو ما انه قبلان هاي الوكاله؟ لا، هلا بيكون في تنسيق اجباري. لا هلا هي وكاله ما انا مثل ما قلت لك ما انا وكاله بيع وشراء، هي وكاله عباره عن تسيير عمل، عمل معين استلام ورقه او اخذ، اذا ما اخذ الورقه بيلغي الوكاله بيعملها شخص ثاني. ما في، خلينا نقول انه ما في شيء بترتب عليه. لا لا ما في مسؤوليه قانونيه، هي عباره قلت لك انا ما انا مسؤوليه فيها بيع او شراء او طلاق او زواج، هي موضوع تسيير اعمال اداريه تنظيميه وليست موضوع بيع او شراء او اجار فيها، يعني فيها شيء خطير اللي بتتعلق باملاكه بتتعلق بحياته بتتعلق باموره الشخصيه او غير الشخصيه. هاي موضوع الشروط الاهم يعني. طيب امتى اليوم الشخص قادر يروح يعزل اذا اثنين طرفين بين الوكيل والموكل؟ شو هي شروط العزل ممكن؟ هلا مو شروط العزل، اي شخص عمل وكاله لشخص اخر في يقوم بعزله بناء على عدم ما يرجع له؟ بدون ما يرجع له طبعا، لانه ما في التزام. هلا انا بحكي انا بالوكالات القضائيه والعدليه. هلا مثلا انا وكل مثلا شخص وكل محامي، هذا المحامي الدعوه صار لها 3 سنين ما تابع فيها صح او ما كمل اجراءاتها او صار في لغط، فالوكيل قادر يعزله بمندوب نفسه بمندوب فرع الوكالات، بيقول له انا بدي اعزل هذا المحامي، بياخذ بياخذ ورقه عزل وبيحطها بالادباره انه انا عزلت هذا المحامي بوكل محامي اخر. بتترتب على لا ما بترتب على شيء، بس ببلغه، اهم شيء التبليغ. هلا المندوب بياخذ ورقه وبيبلغ المحامي مثلا الاخر انه تم عزلك وتوكيل محامي اخر. بس ما بصير يكونوا محاميين، يعني ما بصير واحد يعمل وكاله محامي دون ما يعزله يحط محامي اخر. هذا ما بيجوز، لكن هي بترتب عليه مسؤوليه انه ما بصير. نحن بحكم الزماني بحكم كذا ما بنقبل نقوم نفوت باي دعوه الا اذا في ما في وكيل ثاني غيرنا، مشان ما يصير يعني سوء تفاهم او موضوع اساءه بموضوع انه نحن بنشتغل اثنين بوكالي او بوكالتين بدعوه واحده، ما بصير. هلا في شيء انت عم تحكي عنه مهم، هو الوكاله قصدك غير قابل للعزل، في وكالات غير قابل للعزل. شو المصير هلا؟ عقد التوكيل، في ناس عم تشتري عقار، مثلا انا اشتريت منك عقار، انت البائع وانا المشتري، فانت ممكن تتاخري باجراءات الفراغ او تتاخري بموضوع انه ماني فاضي، عندك التزامات، عندك اعمال. فاليوم في شيء اسمه بيع عقار مع توكيل. هذا التوكيل انا بخولني انا كمشتري اني اقوم باجراءات نقل بسجل العقار بدون رجوع للبائع، وحتى لو توفى البائع ما لي علاقه بورثته، انا كمشتري بتابع اجراءات بعد حتى بعد وفاته، لانه هذا غير قابل للعزل. هون يعني شو الفرق بين عقد التوكيل والوكاله؟ هون فرق بين سند الوكاله العادي، هو بيكون بالطرفين، الطرفين بيكونوا حاضرين، الطرفين بيكونوا موجودين بيبصموا بيوقعوا انه هي اسمه سند وكالي. اما عقد التوكيل فرق انه هو بخولك غير قابل للعزل، بمعنى انت بتتكلفي يعني عقد اسمه عقد بيع لسياره مثلا مع توكيل، هذا التوكيل بيخولك تقومي بالاجراءات دون رجوع للبائع. بس بمجال البيع والشراء بمجال حسب اليوم. المجال انت مثلا انت اشتريت السياره بتعطيه عقد بيع مع توكيل بالفراغ لنفسك. طبعا كثير من في عالم بتكتب الفراغ لنفسك او للغير، انا ضد فكره للغير. ليش؟ لانه في احيانا انت وقت تعملي هي الوكاله في ناس ما بترجع للبائع، بتصير تبيع اكثر من بيع. صحيح. قبل ما يصير الفراغ سمعنا عنها كثير. كثير بيصير انه مثلا انا عملت لك عقد بيع عقار مع توكيل، استغل هذا التوكيل وما فرغ لحاله لنفسه، فرغ للغير. فالغير كمان عمل عقد بيع عقار مع توكيل، باع للثالث الرابع الخامس الاساسي ما حدا فرغ له، فبيضطر يرجع للبائع انه يا اخي انا في 6-7 وكالات من عند مين بدي ارجع؟ فانا هي بتصير كثير الموضوع مشاكل، الموضوع انه مين بده يفرغ لي؟ وخصوصا مثلا شفت انت موضوع البطاقات الذكيه والبطاقه الذكيه بتاخذ قسط، صار في اجراءات كثير بموضوع هذا، انه موضوع انت ممنوع غير صاحب اللي بيفرغ الاساس هو اللي بياخذ البطاقه وبياخذ مخصصاته. فلذلك هلا موضوع عقد البيع مع التوكيل اللي هو اسمه عقد توكيل صار محطوه للنفس وفعلا ما تحطوه للغير. انا برجع بقول لك انا كمحمم انا بحس للغير بيصير فيها كثير مشاكل وتشعبات، موضوع انه مثلا فراغ ولا ما فراغ، تاخر ما تاخر، فكثير بيصير فيها لغط. هاي موضوع بيع عقد العقار، يعني بيع عقار مع توكيل، هاي فكره التوكيل، انت عم توكلي شخص يقوم بعمل دون رجوع اليك للبائع. فانا بتابع اجراءات السجل العقاري، بتابع اجراءات مثلا اذا سجل تجاري، موضوع فراغ، موضوع براءه ذمه ماليه، انا بتابع لحالي دون رجوع للبائع، لانه البائع اعطاني تفويض بهذا العمل واسند الامر الي، بتابعه دون رجوع الي. فهي الموضوع انه شو معنى عقد التوكيل وسند الوكاله. اما سند الوكاله فبدها طرفين، موافقه الطرفين. وانا بحسها بس في مثلا بيكون عندك ثقه يمكن كثير كبيره بالشخص او بالمحامي، نحن بنسميها ثقه عمياء، وبيعمل له وكاله، هون وكاله عامه بكل يمكن املاكه ليتصرف او يقدر، يعني هو بيكون ممكن شخص كبير بالعمر ما بيقدر يروح ويجي،
هون في قلت ببداية حديثك انه لترميم بعض الثغرات انه بيتحدد ضمن الوكالة لو كانت وكالة عامة يعني غير قابلة للعزل، هون شو الاجراءات بتكون؟ هلا هون انت صرت في صار في شبهة قلت لي للمحامي، هلا وقت الشخص بده يعمل لمحامي بده يعمل له وكالة قضائية، بتخوله بالاقرار بالاسقاط بالطعن بالبيع او شخص من العيلة، هلا شخص اخر بيختلف، هلا المرجعية هي الكاتب العدل، اما نحن مرجعيتنا هي نقابة محامين، يعني انا ما فيني اقوم بعملية اقرار ببيع الا بموافقة الطرف الاخر، فانا وقت واحد بيعمل لي عقد شو ما كانت الوكاله طبعا برجع بقول لك الوكالات في بدائيه في جزائيه في شرعيه في اكثر من نوع من الوكاله القضائيه، اما العدليه فانا وقت بدي وكل شخص المشكله في ناس ما تستغل هاي الثقه، هذا اللي عم بسأل يعني شخص وقت بوكل شخص بوكاله عدليه عم يستغل الثقه وما يقوم بتهريب امواله بتهريب عقاراته ببيعها لنفسه كثير ما تصير انه بيكون عامله وكاله غير قابله للعزل غير هلا المعظم وكالات غير قابله للعزل ما تصير بمناطق المافيا كيف بدي لك مو طابو مثلا العقار ما بيكون طابو بيكون مثلا ممكن ارض زراعيه فيها اسهم فبيعمل له ما في يعمل له مثلا يفرغها فورا بدها اجراءات اسهم وفرز اسهم وبدها معامله طويله بين المالي وبين الدوائر الدوليه فلذلك بيلجأ لهي قلت لك عقد بيع عقار مع توكيل فهذا التوكيل مقيد بهذا العقار في هذا البيع فانت بتنقل لحالك او لغير هذا الشيء حسب صك الوكالي شو محدد فيه بدك تلتزم فيه بس خرجت عن الموضوع شو ملتزم فانت صار باطل هذا العمل بيبطل فبترجع انت لكاتب العدل اذا كانت وكاله عدليه او لمندوب فرع نقابه المحامين في حال كان في مثلا غير موافق على الاقرار بهذا البيع هذا موضوع الشروط وصحه الوكاله والتوكيل طيب ذكرت حضرتك نقطه انه هي بتبطل بموت الوكيل او الموكل اليوم نحن معنا ولا بند قانوني او كان عدلي اذا اي حدا اليوم حابب يعمل وكاله عامه لشخص لبعد الممات انه يقدر يتصرف بعد مماته ان كان بيع شراء تيسير اوراق رسميه هلا بعد الممات ما عاد فيك تعملي برجع بقول لك القانون معنا ولا بند انه اليوم انا اقدر حدا من بعدي مثلا يقدر يفرق يقدر يبيع هلا ليش بقول لك في ورثي بتصير انت تعملي وكاله اضافه للورثي بمعنى الشخص وقت توفى اي وكاله عامله سقطت تسقط بالوفاه اي وكاله معنا ولا بند ما في بند بتصير انه بتعملي وكاله للورثي اضافه لورثته من الاخذ منه العقار او السياره او شيء فهون بيتصرف الشخص بناء على موافقه الورثي انه انتم وثقتوا بهذا الشخص هو راح يقوم بمتابعه الاجراءات لكم عن طريق هذه الوكاله وصك الوكاله وحسب شو وارد فيها وشو مكتوب فيها اما انه بند انه الشخص بعد ما يتوفى ما عاد فيك خلص توفى الشخص سقطت الوكاله يعني كانها انتغيت صحيح. من تاريخ وفاته بتغلى الوكاله بدك تجرئي للورثي الورثي بيعملوا كلهم مجتمعين وكاله شخص معين ليتابع اجراءات اللي وقفت عند الدعوه بوفاته هلا انعزل مو انعزل التغت الوكاله بالوفاه اللي يعني كلمه وفاه خلص التغت الوكاله ما عاد الى اي مفعول قانوني اي مفعول ما عاد فيك تشتغلي فيها شيء فالاجباري الورثي بيجتمعوا بيقوموا بوكاله جديده لشخص جديد ليتابع اجراءاته او الشخص القديم حسب وين وقفت النقطه اللي هي وقفت فيها نشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات القانونيه اللي قدمتها يسعد صباحك وبيت نهار حلو لك يا هلا يسعد صباحك